نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لا في قائمة الشمال ولا في قائمة نادي قطر. كرة إلى الأمام، أحمد عبد القادر في هذه المحاولة، البصمة الأولى، البصمة الأولى تسجيل دخول، تسجيل دخول من المصري، تسجيل دخول من القادم من أحمد عبد القادر، يسجل الهدف الأول. نعم اللاعب القادم من نادي البطولات ومن نادي الألقاب، نعم هو يريد أن يدخل في قلوب محبي الملك القطراوي من أول يوم ومن أول. الله على التحرك من أحمد عبد القادر، يسجل الهدف الأول. نعم 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 نعم، هو يريد دخول قلوب محبي نادي قطر، تسهيل الدخول من أحمد عبد القادر. الله على اللمسة من التعبوني، واسم سوبر لأحمد عبد القادر النجم المصري. جماهير الملك تبحث عن هكذا لاعب، عن فرعون المصري، يضع تسجيل دخول وأول أهدافه.